مرحبا بكم في برنامج الدين والحياة. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطو خطاه، يتكئ على عصاه، شاب شعره وضعف بصره وانحنى ظهره وأهون بصره وثقل سمعه أو قل سمعه. فقال: يا رسول الله، امتثل بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما تركت من حاجة ولا داجة ولا واردة ولا شائبة إلا واقترفتها يا رسول الله. معنى أن هذا الرجل ما ترك من ذنب إلا واقترفه. تخيل كل ما تخيلت وكل ما دار ببالك وكل ما لم يدر ببالك إلا واقترف هذا الرجل، إلا واقترف ذنبا من هذه الذنوب. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحبيب لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى إليه. فنزل سيدنا جبريل يطوي السماوات السبع، يقول الحق سبحانه وتعالى: نزلت آية تبشر هذا المذنب وتبشر جميع المذنبين إلى أن تقوم الساعة. قال الحق سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها المذنب، يا من بلغت ذنوبك عنان السماء، ويا من كثرت ذنوبك حتى أصبحت مثل زبد البحر، لا تقنط من رحمة الحق سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم حليم، يحب المذنبين إذا تابوا إليه وإذا رجعوا إليه. فإذا امتثلت بين يدي الحق سبحانه وتعالى وجئت تائبا مستغفرا معلنا عن توبتك، الحق سبحانه وتعالى يتقبل هذه التوبة، بل أكثر من هذا، يفرح الحق سبحانه بتوبتك. رجل اعتنق الإسلام وبمجرد أن نطق بالشهادة وكان حوله الصحابة، فقال لهم: والله أنا أكثركم حسنات، فسخروا منه: كيف يكون لك حسنات وأنت حديث العهد بالإسلام؟ فقال: ألم تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبذل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال هذا الرجل: والله في الجاهلية كنت أنا أكثركم ذنبا وما اقترفت جميع الذنوب، لكن الحق سبحانه وتعالى بدل تلك السيئات إلى حسنات. هذه في الدنيا. أما رحمة الحق سبحانه وتعالى، الله له 100 رحمة، أنزل إلى الدنيا رحمة واحدة اقتسمتها جميع البشرية، اقتسمها الإنس والجن والحيوان والحشرات. والله سبحانه وتعالى ادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة ينادي على جبريل ويقول: يا جبريل، ما لي أرى فلان ابن فلان في صفوف أهل النار؟ فيقول سيدنا جبريل: يا رب، إننا لم نجد اليوم حسنة يعود عليه خيرها اليوم. فقال الله سبحانه وتعالى: يا جبريل، إني كنت أسمع في الدنيا وهو يقول: يا حنان ويا منان، وهل من حنان ومنان غيري؟ فيأخذه جبريل من صفوف أهل النار ويدخله في صفوف أهل الجنة. رحمة، رحمة واسعة. تصور هذه الرحمة، رحمة الحق سبحانه. رجل وزنت سيئاته وحسناته، فثقلت سيئاته على حسناته، فأمر الحق سبحانه وتعالى بأن يسحب إلى النار. الملائكة تسحب هذا المسكين، هذا الرجل، تسحبه إلى النار، وهو يلتفت مرة عن يمينه ومرة عن شماله ومرة عن ورائه، فأوقفه. قال الحق سبحانه للملائكة: يا ملائكتي، أوقف عبدي. فسأله عبدي: لما تلتفت وهو أدرى وأعلم؟ فقال: يا رب. فقال الله سبحانه وتعالى: أظلمتك ملائكتي؟ قال: لا يا رب. قال: أنقص شيء أو نقصت حسنة من حسناتك؟ فقال: يا رب. قال: أكتبت ملائكة العذاب أو ملائكة سيئة في سجل سيئاتك؟
قال يا رب، قال ولم تلتفت؟ قال يا رب ما ظننت فيك هذا، ما ظننت أنك ستعذبني. فرحمه الحق سبحانه وتعالى وقال يا ملائكتي خذوه إلى الجنة، سائلين الحق سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن نكون من أهل الجنة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.